ينضم لي الآن الزميل الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ صالح الطريقي. أبو إبراهيم، لو مدرب من الأندية السعودية قال هالكلام أنه أنا ما أمتلك فريق، تتوقع أنه يبقى يوم واحد في النادي؟ بالتأكيد ما حيبقى، لسبب بسيط، لأنه حقيقة المدربين خليني أقول هم مو أعداء الإعلام والجماهير، هم اللي أهدر دمهم أكثر، فأصبحوا هم دائما اللي يطاح فيهم، وبالتالي علينا لا يمكن أن نتقبل، أو الجماهير لا يمكن لها أن تتقبل مثل هذا النقد الموجه من مدرب عادة يبعد ويطرد و بهذه الطريقة، فما يتقبلوا منه. هذه ربما أنا اللي أسميها الأسباب اللي تؤدي إلى أنه ما يتحمل، بينما هناك المدرب هناك هو مدير الفريق الحقيقي، مدير فريق حقيقي، هو يقوم بأدوار مدير الفريق. احنا لا، يا تلعب على طريقتنا ولا نشيلك، يا إذا اللاعبين ما قدموا مستوى جيد أنت اللي هتدفع الثمن، رغم أن اللاعبين هم اللي أخطأوا، هم اللي استكوا الأخطاء، هذه قضية أخرى، أنت اللي تدفع الثمن. فهذه يعني أسباب عدة كثيرة هي اللي يعني مدربين عندنا هم كبش الفداء. يا أبو إبراهيم، أنا عادة أسميهم هم مثل السواك ومربية أو الخادمة، نجيبهم عشان ينفذوا رغباتنا، وما نجيبهم على أنهم خبراء ليطوروا الرياضة. يعني يا تلعب على كيفنا، أنت شفت كثير مدربين راحوا لأسباب أنه والله هذا المدرب ما يلعب 4-4-2. طيب إذا أنت تبي تلعب 4-4-2 ليه جايبوه؟ صح، جيب مدرب يخدم الخطة هذه. إذا أنتم لا انت درب ولا ندرب، صح، وطبق الخطط اللي تبيها انت، اللي تحبها انت طبقها. اما انك تجيب واحد باسم خبير ثم تطلب منه انه يلعب على طريقتك، واحنا شاهدنا في المنتخب السعودي كثير، شاهدنا انه كل ما جاء مدرب يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب فيها العالم كله، عادة 4-5-1، يتم تغييرها بشكل 4-3-2، المهم في مهاجم واحد العالم كله يلعبه. عندما يأتي ليطبق ما يطبق العالم كله، نجي نقول له لا، احنا ما نلعب الا 4-4-2، تبي ولا نمشيك. على طاري ابو ابراهيم، الاستاذ صالح الطريقي، على طاري 4-4-2 ويعني الطرق اللعب اللي موجوده في كل العالم، يعني انت تشوف يمكن وانت ادرى مني في هالموضوع من الامور، خاصه في الامور الفنيه، ان يعني كل فتره او كل زمن لها تكتيك معين عند تنتشر فيه. يعني في فتره من الفترات كانت 4-4-2 هذه السائده في العالم، جت 4-5-1، جت 4-4-3، كثير من انواع الخطط، لكن تشوف عندنا ثقافه اللاعب ما يعرف يلعب الا 4-4-2، واذا غير المدرب تصير مشكله. وهي تعتمد أيضا على الخصم. يعني أنت ما تلعب لوحدك، في أمامك خصم. يعني مثلا عندما تلعب مع إسبانيا ما تقدر تلعب 4-4-2، ما تلعب بمهاجمين. يعني لازم طريقتك تكون دفاعية أمام فريق قوي. لما يكون فريق ضعيف هو اللي تلعب فيه بمهاجمين، يعني الآخر يتداخل بشكل ما بطريقة لعبك. ما إذا كان قوي، يعني مثلا لعبنا مع إسبانيا مستحيل أنك تلعب بمهاجمين، وإلا حتلاقي يعني أنت مهزوم 5 وأنت ما أنت لاعب مهاجمين. صحيح. فهي طريقة الآخر هو يفرض عليك أحيانا طريقة لعبك. طيب أستاذ صالح الطريقي بتبقى معنا، بنطلع الفاصل قصير وبنرجع نكمل باقي محاور حلقتنا اليوم للحديث عن كرة القدم الآسيوية، وتحديدا من خلال ممثلين خارجيا وقاريا، الهلال والأهلي والاتحاد، وفي كأس الاتحاد الآسيوي الاتفاق. مرة ثانية مع في حلقة غرفة 11 اليوم للحديث عن الأندية السعودية المشاركة آسيويا. نرجع لك أستاذ صالح الطريقي. أبو إبراهيم، يمكن تحت الهواء كنت تتكلم أنا وياك، كان في عنوان للموضوع هذا،
والمشاركة الآسيوية لبعض الأندية، وش نسميها؟ يعني أنا حقيقة كأنه سميتها وكأنه على وشك أن نحمل السفارات مسؤولية أخلاقنا الرياضي أيضا. يعني صدقت المقولة أبو إبراهيم أن الآن أصبحت القضايا والمتعة أو حتى الإثارة موجودة في خارج الملعب أكثر من الملعب؟ بالتأكيد، لأنه ما يحدث وغير مثير إبداعيا في الملعب، فاتجهنا إلى الإثارة الخارجية. حتى أنت لو تشوف المباريات المهمة بين الأندية تلعب خارج الملعب، يعني تلعب خارج الملعب على الصحف، على التصريحات، على التلفزيون، على تويتر، على ثم تأتي إلى المستوى الفني تجده ضعيف جدا، ولا خليني أقول ولا يستحق كل هذا الضغيط خارج الملعب. فأتفق معك من زمان، وإحنا أصبحنا نلعب خارج الملعب. طيب يعني أبو إبراهيم الآن يعني بالنسبة للأمور هذه اللي خلينا نهتم فيها، خاصة نتكلم على البعثة أو بعثة النادي اللي تروح خاصة في مهمة وطنية مثل هذه، المفروض أن يكون المسؤولين أو اللي رايحين مع البعثة المفروض أن يكون في تهيئة الجو أكثر، التركيز أكثر على المباريات أكثر من أني أنا مثلا أصرح في مثل هذا التوقيت اللي ممكن يأثر على الفريق بالسلب. يعني هذه واحدة من أنا أقول الخلط في مهام كل فرد. احنا احيانا نخلط كثير في مهام كل فرد، نجي مثلا لمهام الاداري او المسؤول عن الفريق اللي ذاهب ليقابل فريق كوري. المهام المناطة فيه هو ان يعزل اللاعبين عن كل المؤثرات الخارجية ليصبح التركيز فقط في اتجاه واحد. يعني هذه مهمته. مهمة الإعلامي هو اللي من المفترض أن يشير للأخطاء في وقتها، غير معني إنه والله في مباراة ما في مباراة مو قضيتي هذه، أنا أثيرها في وقتها. يعني تعرف لو خليني أقول لو رئيس بعثة الهلال ورئيس بعثة الاتفاق إعلاميين سأتقبل منهم وقت الطرح هذا، بس كإداريين عليهم أن لا يرتكبوا هذه الأخطاء. الأمر الآخر والمهم، هذه إحنا نتكلم عن المهام. الأمر الآخر، ما الذي يشير لك هذا التصريح؟ هذا التصريح حقيقة يمكن قراءته على 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 أن هناك ارتباك من الاتفاق ومن الهلال اللي ذاهبين إلى مبارياتهم، أنه حتى الإدارة غير واثقة فمرتبكة في تصرفاتها. يعني ترتكب الأخطاء مثل هذه، أنا أعتبرها خطأ إداري أنك شغلت لاعبيك في قضية وهم مهمتهم قضية أخرى، مهمتهم داخل الملعب. طيب أبو إبراهيم، يعني من المفترض يعني إداريا من المفترض أنه حتى لو اشتكى اللاعب في وسط المطار أنه من المفترض أنه تقول له علينا أن نفكر في المباراة. صحيح. هذه الأمور البسيطة فيما بعد نتحدث عنها. طيب تسمح لي أبو إبراهيم، الأستاذ صالح الطريقي كثر الحديث عن بعض اللاعبين أو الإصابات مثل لاعب فوزي عبد الغني وإصابته في تمرين نادي الاتحاد في الاستعداد لمباراة دور الثمانية مع الفريق الصيني. الكابتن أسامة المولد، يعني خلينا نقول الآن أحد أبرز المدافعين في كرة القدم السعودية، كان في احتكاك مع اللاعب عبد الغني اللاعب المغربي في صفوف نادي الاتحاد. ينضم لي الآن كابتن أسامة المولد، حياك الله كابتن أسامة. الله يحييك حبيبي ويحيي الموجودين عندك أستاذ صالح. الله يسلمك أستاذ صالح. الكابتن أسامة المولد سلم عليك، حياك الله أسامة. هلا والله حييك أسامة. لو توصف لنا بس أنا للجماهير أكيد طبعا. طيب أسامة، أنت في الفترة الأخيرة الفترة السابقة كان يعني بعض الإصابات، يعني كنت منقطع عن المشاركة، متى بترجع بشكل تدريجي أو حتى أساسي في المباريات؟ والله إن شاء الله
انا موجود شاركت مع الفريق في مباراه الحجر الاخيره وان شاء الله باذن الله الربوع ان شاء الله اكون حاضر مع الفريق وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك ان شاء الله اتمنى انه التوفيق للفرق الثلاثه ونطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله للدور الثاني ان شاء الله. يعطيك العافيه كابتن اسامه. دقيقه بس تبقى معي استاذ صالح الطريقي، ودك تقدم نصيحه او شيء للكابتن اسامه؟ والله أعتقد أسامة من اللعيبة الجيدين جدا حقيقة. ربما أحيانا يطغى عليه الحماس الزائد اللي يدفع ثمنه، يعني هو فهو لاعب خشن، لا يصنف باللاعب الخشن، يصنف باللاعب القوي. أحيانا يرتكب أخطاء. أتمنى أن يفكر أسامة في مسألة الانزلاقات إن هي دائما الحل الأخير للمدافع وليس الحل الأول. إحدى إشكالات المدافع السعودي لدينا هي أنه الانزلاق هو الحل الأول لديه، وهذا خطأ كبير فنيا، لأنه إذا انزلقت وراح اللعب خلاص انتهيت، ما حتقدر تقوم. بس هذه كابتن أستاذ صالح، يعني هذه يعني المدحة حلوة لأسامة أنه مو هو بخشن لكن قوي، ولا لا يا أسامة؟ تستاهلها. أوقات في المباريات أو في التمرين كل الاحتكاك أوقات تكون قوي شوي يعني أكثر أوقات. طيب يعطيك. لكن إن شاء الله بإذن الله الواحد يعني زي ما قال أستاذ صالح يتعب من أخطاء وكذا، وإن شاء الله بإذن الله نكون نتنظم الجميع إن شاء الله بإذن الله. وثاني شيء أقول يعني الحمد لله على سلامة أخوي محمد فوزي، إن شاء الله يقوم بالسلام ويرجع لنا إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله. وشكرا لك أنت وبالتوفيق لك، مبدع دائما أسامة. شكرا لك إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. شكرا لك. كان معنا لاعب نادي الاتحاد الكابتن أسامة المولد. أبو إبراهيم، نرجع لبعض كنا نتكلم عن البعثات الأندية السعودية، وأنت قلت أن هذا الدور يعني أنت لمحت أنه الاختصاص، يعني مفروض الاختصاص وكل واحد يعرف دوره، خاصة عند الذهاب مثلا بعثة سعودية، يعني اللاعب دوره كلاعب، الإداري دوره كإداري، رئيس البعثة دوره إيش المفروض يكون كرئيس بعثة. بالضبط، هي كمهام مهامي أنا قلت لك لو أنا في هذا المشهد اللي حدث، طبعا هذا لا يعني انه السفارات اخطات، يعني خلنا نكون واضحين انه السفارات ارتكبت خطا. انا كاداري ساتجاهل هذا الخطا الى ما بعد المباراه. انا لو كنت صحفي ساتناوله في وقته. يعني فهمت علي المساله، انه هناك خطا علينا ان نعترف انه هذا خطا، ارتكب خطا، ولكن كيفيه التعامل مهمتك هي اللي تحدد لك كيفية التعامل. أنا والله كإداري ما حشغل لاعبيني في قضية تعتبر الآن هامشية، تعتبر بالنسبة لي هامشية. ليه؟ أنا مهمتي رايح هناك أحقق أفضل النتائج لفريقي، وبالتالي علي أن أجهز فريقي بإني أخليه يركز دون تشتيت. هذا كإداري. كصحفي أنا ماني شغل، مين مهمتي أنا أجهز الفريق؟ صحيح. مهمتي أشير للأخطاء. فأنا هذا اللي أتكلم عنه، إنه الإداري كان عليه أن يؤجل، يعني كان عليه أن يؤجل كل هذه القضايا ويطالب لاعبي إنه نتحمل ونحارب، مع إنه القضية لا تستحق كل هذا يعني. طيب استاذ صالح الطريقي، من الناحيه الاستعداديه تشوفها مثلا لانديتنا مشاركه اسيويا، اذا تكلمنا عن الهلال والاهلي والاتحاد، تشوف انه في حظوظ انه ممكن احنا نتجاوز مرحله الذهاب هذه، انه على اساس انها تعطينا خطوه كبيره نحو الدور الاربعه؟ حقيقه وجهه نظري انه من خلال الدوري، متابعتي للدوري، نحن لدينا كان أندية هي اللي تنافس على الدوري، كانت تنافس بسبب، خليني أقول بسبب قدرتها المالية اللي هي أعلى من البقية، لأنه عادة اللاعبين الأربعة الأجانب هم اللي يفرقوا، فرقوا مع الهلال في فترة، فرقوا مع الاتحاد في فترة عندما حقق البطولة. الجانب المادي هبط، فمين اللي تفوق لدينا؟ تفوق لدينا الفتح اللي ما كان لديه الجانب المادي لكن لديه الجانب الإداري. فعندنا الآن هبوط في المستوى الفني للفرق. هذا الهبوط أتمنى أنه ما يظهر بشكل واحد بواضح عندما نحتك بالآخر، لأنه في النهاية عشان تعرف يعني الآن تطرح فكرة أنه والله
أن تتوسع رقعة التنافس أمر جيد، هذا أمر جيد، بس من المفروض أنه ما يحدث التنافس أنه تدخل كل الأندية. والدليل إحنا نشوف في الدوريات اللي هي أفضل الدوريات في أوروبا، معروف أسبانيا مين اللي قاعد ينافس على الدوري، في إنجلترا معروف مين اللي قاعد ينافس صحيح. على الدوري بين فريقين ثلاثة بالكثير، صحيح فريقين ثلاثة، أما عندما يدخلوا الجميع هذا معناه أنه في هبوط في مستواك، أنه الجانب الفني هبط لدي، أنه الأندية الكبيرة نزل مستواها للأندية بسبب الجانب المادي. لاحظ بسبب الجانب المادي. طب هذا يعطينا انطباع أبو إبراهيم هنا، هذا يعطينا انطباع الجانب أو المؤشر المادي أن حان وقت الخصخصة الآن، ما في حل ثاني؟ هي بالتأكيد هي أحدى إشكالاتنا، أحدى تعطيل الاحتراف لدينا، نحن لم نستفد من الاحتراف حقيقة بسبب هذه الأمور، بسبب أنه إحنا خلينا اللاعب محترف واللي يديره هاوي. للأسف كل اللي يديروا الأندية هوات اللي هم الإداريين، الإداريين كلهم بلا استثناء، لأنه ما في أي واحد بروفيشنال محترف ممكن يجي بعقود رمزية، طبعا إذا استثنينا المدربين باقي البقية كلهم عقودهم يعني لا على الجانب التخصص الأخصائيين العلاج العيادة في النادي، أضف إلى ذلك مسألة التسويق خبراء التسويق الجانب الاقتصادي كله هوات اللي يديره. طيب أبو إبراهيم الآن الأوباك تسميري فريق من الثلاثة، خلينا نشوف اللي يشاركون في دوري أبطال آسيا، الأهلي والاتحاد والهلال، من تتوقع وجهة نظرك أو المؤشرات خاصة في دوري زين من الفريق اللي راح يعاني في دور الثمانية في دوري أبطال آسيا من الأندية السعودية؟ والله أنا متخوف أنه الثلاثة حيعانوا، وأتمنى أني أكون مخطئ، لكني أنا متوقع أن لا يذهب ولا نادي سعودي بعيدا في بطولة الآسيوية لسبب بسيط، أنه كل اللاعبين الأجانب مستواهم ضعيف حقيقة. يعني إحنا لما نرجع إلى البطولات اللي حققتها أنديتنا، مثلا آخر بطولة حققها الاتحاد 2005 لما تتذكر اللاعبين الأجانب تشيكو وكالون كانوا لاعبين على مستوى عالي جدا على مستوى عالي، الآن لا يوجد هذا بسبب قلت لك بسبب الضعف المادي لا يوجد هذا، أتمنى أني أكون مخطئ. هي قراءة أبو إبراهيم وممكن تصير وممكن ما تصير، بس عموما يعني هذه فكرة فعلا واضحة خاصة من الجانب المالي وخاصة في مستوى اللاعبين وحتى التعاقدات الأجنبية، أنا أتفق معك فيها أبو إبراهيم. انتهى وقت البرنامج، كان ودنا بصراحة انتبه لك حلقات وحلقات لأنه بصراحة فكر كبير قلم دائم نستمتع فيه، وألف شكر دائم يعني ما تقصر معنا في المداخلات والتواجد، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ صالح الطريقي الكاتب الصحفي، شكرا لكم استماعكم برنامج غرفة 11، نكون معكم بكرة إن شاء الله في برنامج الجولة من السادسة وحتى السابعة مساء، تصبحون على ألف خير.